صباح الخير يا فندم. استاذ عليا. صباح الخير يا سلطان. صباح الخير يا فندم. يا استاذ نبيل بلغنا ان حضرتك ما تدخليش المصنع. الصوت يا جماعه بعد اذنكم. الصوت مصنع ابوها. الصوت بعد اذنك. انا اسف جدا لحضرتك، يا ريت ما تزعليش مني. ولا يهمك يا استاذه علي. انا مش زعلانه منك يا سلطان، ما تقلقش، انا عارفه ان انت مالكش دعوه. انا معاك يا حبيبتي، ما تزعليش. هما كام يوم بس، والله ما فيش حاجه. ما تقلقوش، انا هرجع. باي باي. انا اعتذر لحضرتك جدا. شكرا.